احنا السنه دي المفروض عندنا هدف احنا نعبي اكتر من 1,000,000 كرتونه هيتوزعوا في كل انحاء الجمهوريه، كل محافظات 26 محافظه بمراكزهم بقراهم بكل النجوع بكل حته. الكرتونه السنه دي هي اكتر من 11 كيلو وفيها 15 منتج. بنبتدي النهارده نطلق الحمله بتاعت التعبئه بتاعت رمضان 2021. اول 1,000 كرتونه هيتعملوا النهارده ان شاء الله بمساعده موظفين المؤسسه وكمان بمساعده متطوعين المنتمين للمؤسسه. المراحل التعبئه بنقفل الكرتونه، تبقى الكراتين بتيجي هيئه شيتس كده او مفروده بنقفلها، وبعد كده بنبتدي نحط المنتجات برصه معينه لان الكرتونه لازم ترص الرصه بتاعتها المظبوطه عشان هي على قد المنتجات بالظبط، فما تكونش في حاجه جوه سايبه او حاجه. وبعد كده بنقفلها بسويتين، بعد كده بتتنقل على العربيات اللي رايحه بقى على حسب بقى بتروح في كل محافظات القاهره الجمهوريه، من اول اسوان لحد الفيوم ده في وجه قبلي كده وجه بحري كله، وبعد كده المدن الساحليه وحتى مدن القناه بنروح كل حته. السنه دي مصر خير زي ما احنا شايفين، نطلق اول يوم لاطلاق حمله افطار صائم، تعبئه كارتين مواد غذائيه، كرتونه الخير الناس كلها بتعرفها هي كرتونه مصر خير. الكرتونه فيها حوالي 12 كيلو مواد غذائيه تخدم الاسره المكونه من 5 افراد لمده 5 ايام. من ضمن محاور الحمله الكارت الذكي اللي احنا بيكون بيتبرع به المتبرع وبنسلمه المستحق يصرف به مواد غذائيه من اي منفذ تموين على منتشر على مستوى الجمهوريه. من ضمن برضو محاور الحمله عندنا لبس العيد اللي بنستهدف بيه اطفال الاسره المستحقه عشان نفرحهم في العيد، وبالاضافه لذلك عندنا الوجبه اللي احنا بنسلمها بشكل جاف عشان خاطر الاجراءات الاحترازيه اللي احنا شغالين فيها الايام دي.